بالأجمل. يعطيكم العافية مرة ثالثة، معلش سامحوني كثير بحكي كثير، يعطيكم العافية. إن شاء الله يا رب يعطيكم الصحة والعافية دائما وأبدا. هلأ هاي البيج اللي أمامنا، يعني محاضرتنا اليوم راح نحاول نطبق نفس الفورمات الأشياء اللي موجودة باستخدام الـ HTML. تمام، في أشياء أريد أخذناها المحاضرة اللي فاتت دائما نكرر عليها أو بنعيد عليها، في أشياء ممكن نتعلمها اليوم أشياء جديدة. راح نعمل New Text Document. Okay. طبعا إذا في إشي مش واضح أو ظاهر عندكم احكوا لي. أوكي، يعني إذا الخط هيك مناسب ولا أكبره شوي كمان؟ نعم ممتاز دكتور. طيب إحنا زي ما حكينا دائما إحنا عندنا الهيد تاج اللي هو السكشن، وفي عندنا إحنا اللي هو البادي. لو طلعنا على البيج اللي ظاهرة أمامنا، في عندي فيها مكونات some elements، هاي الإيمنت غالبا باراجراف معدلين على ستايل معين. هلا بالهيد في عندي هون البيج تايتل راح نضيفه جوا الهيد. اوكي، مثلا اب 3. اوكي، هذا التايتل. اوكي، اكزامبل مثلا اي شيء جوا البادي. انا راح اعمل اول شيء راح اعدله، اللي ملاحظين عندي الباك جراوند كلر هي كلياتها ايش؟ اصفر، بما انها على كل الصفحه فانا راح اروح اضيفها على البادي. البادي كل شيء جوا البادي راح يعمل له ابلاي لهذا الشيء. كيف راح نضيف الباك جراوند؟ مين يذكرني؟ اخذناها صح؟ عن طريق الستايل دكتور. اوكي، شو بضيف يعني ستايل؟ بعدين ساوي باك جراوند كلر، باك جراوند داش كلر، باك جراوند او ماينس كلر، كلر يس، واختار انا مثلا اللي هو اليالو صح، واسكر التايك، اسكر الدبل كوتيشن. اوكي، زي ما حكيت لكم مره ثانيه الاشياء ما تفرقش معي، انا عملت اليالو كابيتال هو الحرف، ما في مشكله يعني، بس هو الواحد مرات لا شعوريا بيحب يرتب الامور كابيتال وسمول. طيب الكومبوننت الثاني خلينا نضيف، نبدا اول شيء اللي هو اللي عندي باراجراف، خلينا نفترض انها باراجراف. اوكي، موجود فيها اللي هي ذا فونت سايز از 50. كيف راح نعدل الفونت سايز على هذا الباراجراف؟ شو راح اعمل؟ راح اروح اضيف ستايل نفس الفكره. شو البروبريتي اللي راح اعدلها؟ اسمها فونت سايز نفس الشيء. اوكي، هلا الفونت سايز انا بدي اضيف فور اكزامبل 50، طبعا الوحده القياس اللي هي بيكسل. اوكي، او بوينت، ذاتس ات. هلا هاي باراجراف على سبيل المثال انا عدلت عليها الفونت سايز عن طريق الستايل ب اللي هي سايز 50 بيكسل. اوكي، طبعا زي ما حكيت مره ثانيه هذا اللي بنسميه الاين ستايلينج. الاين ستايلينج اني انا بنفس الكود ال HTML كود بعدل على كل اليمنت الستايل اللي خاص فيه. تمام، هلا بالشابتر اللي بعديه راح نتعلم الكاسكيدنج ستايل شيت بالتفصيل. طبعا هذا هو الستايل باي ذا واي، يعني هذا هو كود سي اس اس، يعني احنا مش كود HTML باي ذا واي. HTML عباره عن تاجز، ها اي شيء بالستايل هذا كود سي اس اس. هلا اللي احنا بنكتبه حاليا اللي هو الانلاين ستايلينج، اللي راح ندرسه ليتر اون اللي هو راح يصير عندي انا الستايلينج على كل الصفحه بطرق مختلفه، باستخدام الاي دي، باستخدام التاج، باستخدام الكلاسز، مختلف شوي، بس احنا مبدئيا هذا اللي بيهمنا نتعلمه. عندي انا فور اكزامبل عندي برضه اليمنت اللي هو هنا this paragraph is aligned to right، هون بنحكي عن text alignment، فانا راح اضيف paragraph احكي له this paragraph is aligned to right. اوكي، اللي عنده اي سؤال يوقفني يا جماعه، ما بدي يعني الناس تسكت، اي شيء مش واضح يقول. شو اللي راح اعدل عليه؟ راح اضيف كلمه ستايل عشان اعدل عليه. شو البروبريتي راح تكون هي؟ شو تتوقعوا؟
إشي align to right بس ما بعرف ليش هو الإشي اللي هو text. text تمام. align. أوكي هاي ال property نحكي له إيش right. that's it. طبعا زي ما أنتم عارفين في عنا right وleft وفي عنا center. تمام. الباراجراف اللي بعديها شو مال هالباراجراف اللي بعديها؟ The font of this paragraph is Arial. كيف راح نعمله؟ B The font you will اللي اختصرها is Arial. طبعا احنا عندنا اكثر من نوع خط بس يعني احنا زامل. كيف راح اعدل عليه هذا الفونت؟ style. شو البروبرتي؟ فونت. فونت ايش؟ Arial. لا. تايب. فاميلي. اوكي. اوكي. اي تعديل على نوع الخط بنستخدم اللي هي الفاميلي طبعا. فونت فاميلي Arial. اوكي. طبعا في عندنا اكثر من نوع خط احنا بس مبدئيا. طيب لو بدي اعمل هذا الباراجراف at the same time الفونت Arial وبدي اعملها الالاينمنت لسنتر تكون شو راح اعمل؟ هاي الدكتور هذا الفونت انا بدي اعمله يا جماعه لو سمحتوا ما حد يحط الاي دي على الشات الا لما اطلب منكم اذا سمحتوا لان لما اثناء المحاضره بحب اشوف حدا كتب على الشات فكر حدا بيسالني سؤال او بيضيف شيء فلو سمحتوا تخلوا الاي ديز شوي شكرا لكم. طيب هلا انا عندي هذا الفونت عدلنا نوعه لاريال بدي اعمله بدل ما يكون الاين تو ذا ليفت اللي هو الديفولت بدي اعمله سنتر كيف راح اعدل عليه؟ هون ماله صاير على البيت مش فاهم ايه ضل جي مقنع هون اموت منهم حسيت واحد عامل شوف اللي كان على الجناب شوف على الجناب عادي ابوي يروح من الرمزه يسب ابراهيم كيفك يا ابراهيم؟ انا دكتور لا لو سمحت انتبه للمايك اذا سمحت ولا يهمك طيب اللهم صل محمد محمد مين اللي بعث لي على الشات محمد احكي لي تكست الاين سنتر شكرا يا محمد صحيح نضيف هنا نفس الشيء احنا عملنا تكست الاين صح تو ذا رايت هلا راح نعدل عليه اوكي تكست بضيف البريوريتي نفس الشيء طبعا انا هون ملاحظين خلص بستخدم الستايل مره واحده بس بحط البروبرتي شو ما بدي بروبرتي برد بعدل عليها هون سنتر اوكي ذاتس تمام طيب هلا اللي بعديها هلو وورد شو مالها الهلو وورد شو فيها شيء معدل عليه بالستايل البوردر البوردر كيف راح نضيف البوردر اخذناه المحاضرة الماضية باي ذا واي يعني الجميع بس عشان نذكركم فيهم كيف راح نضيف البوردر محمد بوردر 1 بكسل سوليد كلر شكرا يا محمد نضيف ستايل يساوي بوردر اوكي ليش احنا لازم يعني نضلنا نحاول ما ننسى هاي الاشياء هاي السايز للبوردر قديش بدي الثيكنس او كثافته هذا البوردر بعدين بختار الفورمات شكله سوليد داش يعني بدي عباره عن نقاط بدي عباره عن خطوط متقطعه بدي عباره عن خط متواصل سوليد بحدد الكلر بدي اياه ومبدئيا هو اي ثينك جرين وبسكر تمام التو بيكسل اللي هو الثيكنس او كثافه هذا الخط هون عندي انا لون الخط هون عندي الستايل تبع الخط اللي هو سوليد حكينا عنه اكثر من شكل اوكي اللي بعديها هلو وورد بدون شيء خلينا بس جزء من بعد انا اشرح شغله ولا اوكي يعني نضيفهم نفس الشيء اوكي اي ثينك يعني بس باختلافات بسيطه ما في مشكله هي هون راح اعمل هون بلاك اوكي وراح اعمله عشان ناخذ مثال داشت بلاك
نفس الاشي راح اضيف كمان واحدة. راح اضيفها اللي هي اللي كارلت. اوكي. تمام. رغد تحكي من نضيف اللي هو الهوريزنتال رول. متى راح نضيفها؟ اللي هي بعد الهلو وورد. مزبوط يا رغد. راح نضيف. مين بتذكر شو الهوريزنتال رول تعمل لي؟ دكتور انه اذا بدي اقسم الصفحة بستخدمها. اوكي. يمي. تعمل لي زي سيكشنز. مزبوط. تعمل لي زي سيكشنز جوا الصفحة. اوكي. اجزاء. هلا لو بدي اسيف هلا خلينا نحتفظ بهذا الجزء. سيف app3.html. اوكي. على نفس الفولدر examples. سيف use html. اوكي. راح نعمل run. app3. لاحظوا أعطاني الفونت سايز 50، الباراجراف align to the right، الفونت uses Arial. أوكي. وهاي الثلاثة hello world ب different border style. أوكي. خلينا نعدل شوي الأساسية. حجم الخط مختلف، فممكن مهتمين إحنا مستخدمين الهيدينجز بس ما في مشكلة. لو بدي أعدل على الفونت سايز بس بضيفه. رين مثلا بيكسل. اوكي. وهي بدي اعملها انا بدل ما تكون باراجراف راح اعملها مش هيدنج 1، راح اعملها هيدنج 3 على سبيل المثال، مش اكثر شيء. اوكي. انا بس بعمل يعني اشياء عشان تشوفوا انتم. ريفرش. عدلنا على السايز والشكل. اوكي. هاي ممكن نعملها اتش 2 هنا H2 and so on. Control save. Control refresh. تغير عندي. Okay. نفس الفكرة الالاينمنت ممكن نعمله. طيب لو بدي اغير على على النوع الخط على سبيل المثال مرة ثانية بضيف الفونت family. Okay. بدي استخدم نوع ثاني. Verdana مثلا. طبعا يعني هاي انواع الخطوط اكون حافظ الستايل السبيلينج تبعها. حيث انه تشوف انه تأكد انه الامر افضل. طيب هذا نفس الشيء بدي اعمله. انا بس عمالي بعطيكم اكزامبل انه على نفس الستايل انا بستخدم الكيورد ستايل مره واحده بقدر اضيف البروبرتيز قد ما بدي على نفس التايب. يعني اوكي. يعني لاحظوا انا عندي ستايل البوردر عدلناه، الفونت فاميلي عدلناه، نقدر برضه التكست الاين كله بنفس. طيب هل انا مضطر استخدم السيمي كولون هون ولا لا؟ شو رايكم؟ السؤال الثاني، لو ما استخدمت السيمي كولون هون اخر شيء بصير ولا ما بصير؟ شو رايكم؟ دكتور غالبا بصير لانه اخر شيء ما دخلش. اخر شيء بالضبط ما عندنا مشكله فيه، يعني لو ما حطيت انا سيمي كولون هون ما بصير، ما في مشكله. بس بين البروبرتيز لازم انا احط سيمي كولون. لما يكون عندي اكثر من بروبرتيز زي هيك في اكثر من خاصيه معدله لازم انا شو اشيل السيمي كولون. لازم سوري اخلي السيمي كولون ما اشيلها. يعني لو شلتها ما راح يتعرف على الستايلنج اللي انت عامله. لاحظ لغى الايش البوردر بيعترف بس بوحده اللي هي تكس الاينمنت تو ذا سنتر. فهذول الثنتين التغو. اوكي. ما بيطلع لك ايرور بس خلص هو ما بيبطل يشوفهم. بينما نضيفهم برجع لك الامور ايش زي ما انت شايف. تمام. هلا هذا السكشن الاول عدلنا على الفونت سايز. خلينا نحكي باول شيء الباك جراوند كلر الامور هاي. طيب لو انا على سبيل المثال بدي اضيف لينك. اذا بتلاحظوا بالصفحه الاولى زي الاكزامبل في عندي لينك لايميل. اوكي. مين يعطيني الكود تبعه؟ شو التاج طيب اللي بستخدمه؟ ايه دكتور ايه بعدين HREF. مظبوط. HREF اللي هي ريفرنس. تمام. بتساوي الايميل.
بتساوي اوكي هيك بتساوي ولا هيك؟ لا تساوي equal. اوكي بعدين بنكتب الايميل ايميل دون كيورد ايميل تو. اوكي صح اللي انا ضفته ولا لا؟ دكتور لا دونها؟ ايوه. طيب هلا نشوف شو اشيل الايميل تو. هلا بعد ما نكتب الايميل نعمل انه ريفرنس لشو راح يودينا الايميل هيك. طيب شو اضيف هلا؟ نكمل التاج كامل. اوكي اسكر هاي يعني؟ ايوه في بين كوتيشن الايميل. اوكي خليه بين كوتيشن. اوكي بعدين بسكر الاي هيك نهاية التاج الاي. اسكر الاي تاج يعني تمام. شو خلاص اسيب وعمرن؟ شو رايك يا رغد؟ اي ثينك انه طيب هاي بنسيب وبنشوف. احلى شيء الموضوع انا ما في عندنا شيء نخاف منه يعني نعمل ريفرش سند ايميل بس ما تجاوب معي. شو برايك السبب؟ دكتور لازم نحط ميل تو. نحطه هون. هون ميل تو بعدين هيك. يس تمام يا سجا. اوكي ريفرش بنجاوب تمام صحيح. شكرا لكم. تمام يا رغد عرفت شو الميسنج؟ دكتور اني انا كاتبها انه على البرمجيه مش كامله بس كاتبها على الدفتر صح فما انتبهت. منيح مش مشكله. المهم انه ميل تو بعثنا له اللينك صار عندي الايميل زي ما هو مطلوب عندي. هلا بتلاحظوا انا عندي هون بالصفحه في هاي اللي مسميها بوتون. هلا في الاتش تي ام ال في عندي تاج اسمه تاج البوتون. هذا تاج البوتون بعطيني اللي هو الشكل العام الكلاسيك او الطريقه التقليديه للبوتون بس مكتوب كلمه بوتون. اوكي وبنهي برضو هذا التاج ببوتون. اوكي هلا طبعا عشان انا اقدر استخدم هذا البوتون بدي انا اضيف له لينك. انا هلا شو بدي استخدم البوتون از لينك يعني بدي بس يكبس على البوتون ياخذني على صفحه. هلا هاي الصفحه هاي ماخذك عليها باخذني على صفحه ثانيه هون تمام. يعني هاي البوتون بس اعملها كليك باخذني على صفحه ثانيه. هلا احنا اخذنا المره الماضيه الاتش ريفرنس اللي هو الاكسترنال ويب سايت تمام. بس انا بدي اياه هون ياخذه بس مباشره لا صفحه داخليه جوا. شو برايكم لازم اعمل؟ مين يتوقع؟ دكتور بتحط رابط كامل؟ يلا نجرب شو رايكم؟ نجرب يلا نقلوني شو اعمل؟ إذا بدي استخدم البوتون as ايش؟ as a link يعني أنا معناته بدي لينك. يلا خلينا نفكر سوا. بحب نعمل إشي ونغلط فيه على أساس نتذكره. دكتور إنه بنحط له تاج الخاص باللينك إنه يعني بستخدم له اتش ريفرنس وبحط اللوكيشن كامل لل. طب شو رأيك نجرب؟ وين أحط التاج الإيه؟ دكتور طيب هو مكان ما انت واقف اذا حطيت اتش ار اي اف ايكوال اوكي بدي اختار حطيت جوا كودز تمام اتش تي تي بي اوكي اي موقع مثلا e-learning.yu.edu.jo. طيب يرموك ماشي يرموك تمام هيك خلينا نجرب. نجرب
تمام، طلع شو عمل عندي. ضاف لي شو اللي صار عندي، مين يحكي لي شو اللي صار، شو اللي صار عندي هون دكتور؟ انه سمى البوتون باللينك اللي انا حطيته. يعني صار عندي هذا الجزء، معناته هذا الجزء هو ليبل صح؟ يعني لو شلته وكتبت هنا كليك اير مثلا كليبل وسيفت وعملت ريفرش، لاحظوا انه عمل لي اياها ايش؟ طيب معناته عرفنا انه الجزء اللي بين البوتون اللي هي التاج الخاص بالبوتون والتسكيرته معناته هذا ليبل بس شكل، تمام؟ طيب وين بدي اضيف اللينك؟ دكتورة عند كلمة بوتون اللي أول إشي منحط HRAF اللي هي اللينك هون؟ آه أوكي، هاي بدي أعمل له كوبي بيست، نعملنا هيك يعني هيك أتوقع ومنجرب. يلا ما اشتغل. محمد السموري بحكي لي بنضيف التاج A بس جوا الليبل الخاص بالبوتون، يعني هون جوا الليبل بضيف A صح يا محمد، وبروح بعمل له ايش هنا بعديه، هو زي انا قاعد بنقول منين هو منين ماخذ، بعدين بسكر الليبل الخاص بالA. هاي كنترول سيف كنترول ريفرش. شو صار معي هيك؟ اضافه للتايتل تبع البوتون. طب دكتور لما كبست عليه وداك على لينك او لا؟ لساتنا دور اللينك لازم تكون داخل الـ A، هاي راح تكون عند الاسم التسمية بين الـ انه الـ A هاي والـ A هاي. اوكي صح. طيب هيك مين اللي كان يحكي؟ أنا دكتور بس ما سكرنا ما سكرناها من هون. يلا يا نور احكي لي شو عمل. الآن لما فتحناها من هون نسكرها بعد اللينك من هون لا أوه. بس إنه سكر أيوة. هيك بعد ما هي سيف كنترول ريفرش برضو ما اشتغل. طب شو رأيكم انا اعمل طيب ممكن نستخدم انه تايب كيف يعني انه البتن هون انه نختار انه تايب هو بتن بعدين نسميه البتن تايب. انت بتحكي على الانبوت تايب صح؟ ايوه. لا انا بدي استخدم انبوت تايب، هلا خليها شوي لقدام يا رغد، يعني اللي بتحكي انت ممكن صح بس احنا هلا ما بدنا نستخدم على الانبوت تايب، راح نيجي له. انا بستخدم التاج اللي هو انبوت فقط. يلا شو انا حابب الديسكشن بصراحه، مش حابب يعني خلينا نفكر. طيب هذا مين؟ محمد برضه رجع حكى. محمد عكستها انت صح؟ يعني عملت الايش، عمل التاج بدينا بالاي از لينك عادي، بعدين رحنا على الليبل مظبوط ضفنا اللي هو بدال الليبل ما نكتب له كليك نكتب هنا بوتون. اوكي هذا البوتون اوكي، قمنا نضيف له هنا كليك هير. اوكي هذه اشيلها معي. شو بعمل انتو؟ معك. تمام شو عملنا احنا؟ اللينك العادي صح؟ اتش ريفرنس اتش تي تي بي دوت واي دي دوت جو. احنا بالعادي شو بنعمل بعد الريفرنس؟ نكتب الليبل كليك هير. انا الليبل ضفت له شو؟ بدال الليبل مكتوب هنا كليك هير او كليك او فيزيت يو واي يو زي اخر مره، انا ضفت له البوتون. تمام بروح بعمل له كنترول سيف، ضفت له البوتون وحطيت له الليبل الخاص بالبوتون، يعني ضفت التاج تبع البوتون وسكرته عادي بس كلياته جوا اللي هو التاج اللي هو الانكر اللي هو ايش؟ خلينا اسيبه بس عشان اتاكد. كنترول سيف اوكي كنترول ريفرش كليك هير. شو
زبط مبروك تمام تمام بس كنت ترجعنا على الكود هل سنفتح بنيو تاب صح؟ ليش يا ابني شو عملت انا شو خربطتنا؟ مش عارفة دكتور يلا الكود صار كثير طويل لا مش طويل عادي طلع عليه طلع عليه وين الخطأ تبعي؟ الكوتيشنز وين الكوتيشن لازم تكون؟ يعني أنا عندي هاي الاتش ريفرنس هذا اللينك وهذه البروبرتي على اللينك وهاي الفاليو تبعت البروبرتي لازم تكون لها اللي هي إيش ليه زعلهم الناشية مرات ثانية اوكي فتح لي بنيو تاب هاي التاب نفسه تمام هي فتح منيو تاب طيب حد مش فاهم ايش من اللي عملناه ما شاء الله كلكم فاهمين طيب حدا فاهم ايش يا جماعه شو اللي انا عملت هيني طبقت معك تمام ممتاز هلا انا عندي لينك عادي احنا كنا بالعادي شو نعمل بنشيل البوتون صح شيلوا هاي البوتون حطوا مكانها كليك او فيزيت صح وكنترول سيف سوري كنترول سيف وهاي كنترول ريفرش راحت الشكل البوتون بس شغال الامور تمام شو التعديل اللي ضفناه بدل ما تكون تكست عاديه ضفنا له بدل الكليك هنا ضفنا له اللي هي ايش التاج اللي هو الخاص بالبوتون تمام فصار عندي الشكل تبع اللينك عباره عن شكل البوتون وضفت له انا النيو تاب صار عندي تابات كثير اوكي بحيث انه تظهر to open the page in the new tab دكتور انو الاحسن انه نخلينا بنفس الويب سايت ولا يفتح واحدة ثانية هذا اوبشنال انت شو بتحبيه بصير هلا غالبا اذا كان اللينك اكسترنال مش من مصلحتك انك تطلعه من الويب سايت تبعك يعني انت افترضي هذا الويب سايت اي كوميرس ببيع اي برودكت وانت بدك الكاستمر يضلوا على الصفحه في لينك مثلا بتقولي له كونتاكت اس ايميل اس اي واتس ايفر الاصل انه ما تطلعوا من الويب سايت خليه يفتح بنيو تاب تمام يفضل دائما انه لا اخلي اليوزر ما يرد انا مثلا لو بروح انا اكبس وما في نيو تاب بدي ارد اعمل ارجع باك كان انا صرت يعني هاي موقع خارجي بدي ارد ارجع على الموقع الثاني فلا خليه عن يوتاب ويصير عنده الاوبشن يا بيخليه يا بسكره بس بضل الويب سايت الاساسي اللي انا في داخل عليه بضله شغال بدون اي مشاكل تمام دكتور تمام طيب اي ثينك البولد تكست والسترونج والايتاليك والانفسايز دول اللي حكيت لكم عنها المره الماضيه انه هي تاجز بتعمل ستايلينج للفونت بدون يعني نفس الريزلت فأنا بالعادة يعني بتذكر الفصل الماضي طلبت من الطلاب يعملوا لي شوفوا لي شو الفرق يعني لاحظوا أنا عندي البولد والسترونج الأوت بتبعه نفس الشيء بس السترونج الكود تبعه اللي نضيف لكم إياه مثلا هون يعني هاي باراجراف this text is in strong فورمات مثلا هلا احنا لما كنا نضيف البولد شو راح نعمل كنا كيلو بي صح بولد
ونسكر التاج الخاص بالبي. تمام، كنترول سيف ونروح على الابلكيشن 3 ريفرش. تمام، طلع لي بسترونج. انا حاكل سترونج، بس هو ايش السترونج اللي تكتب هنا كلمه سترونج. واذا بتلاحظوا الاوتبوت ما راح يتغير، السترونج زيه زي البولد. تمام، يعني انا عملت ريفرش بس ما تغير الاوتبوت. ونفس الشيء فكره اللي هي الايتاليك، اوكي دكتور، قبل درست هالفرق بيناتهم بالعطلة. البولد حكى إنه هي just bold، بس السترونج هي important text، يعني هذا كفرق meaning، بس هي output نفس الشيء. هاي الامفيسايز نفس الشيء بالضبط، هي هاي الامفيسايز. فأنا في عندي، بس عشان تكونوا بالصورة أنا حبيت أعطيكم إياها هون، انه عندي البولد والسترينج والسترونج ذا الاوتبوت نفسه، الايتاليك والانفيسايز نفس الاوتبوت. بس هلا مرات غالبا نستخدم السترونج والانفيسايز لما نعمل ناشر لملاحظه جوه تكست، يعني بكون عندي باراجراف طويله وفيها كود وانا حاب اعلم كلمه مثلا كيورد او كلمه مهمه او جزء من النص هذا مهم، ممكن استخدم سترونج او انفيسايز. بس بالنسبه لي انا كديزاينر الكود نفسه، يعني سوري، سواء استخدمت strong أو emphasized أو bold أو italic، بما أنه الأوتبوت نفسه ما عندي مشكلة. اعملوا عليها سير تشوف إذا في فروقات ثانية ممكن تفيدونا فيها يعني. تمام، يعني هي هذول التاجز أو هاي الفورمات هي نفسه اللي أنا إيش بالأوتبوت ما بيختلف عندي، بس الفكرة أنه إيش انه لهم استخدامات مختلفه. ما بعرف شو الفكره. طيب هلا لو بدي اعمل انا والله، يعني فكره هلا خطرت لي، هذا اللينك احنا ضفنا له بوتن. لو بدي اعمل انا لينك از ايمج، يعني انا بدي استخدم الايمج، يعني هنا بدل ما انا اكبس على بوتن او اكبس على لينك، اكبس على صوره والصوره هي تكون اللينك. كيف ممكن اعملها؟ فهمت السؤال؟ أنا عندي لينك، مرة ضفنا بوتون، مرة ضفنا لينك، أنا بدي أعمل صورة تكون هي اللينك. كيف ممكن نعملها؟ مكان البوتون تحط إيمج وتحط المكان تبعها. يلا خلينا نضيفها هون عشان إيش؟ بدي أعمل HR عشان أمين لكم السكشن. هون أعمل إيش؟ هون بدي أضيف كمان BR عشان أنت تكون إيش؟ شو البي آر بتعمل بريك؟ اللي هي line break، صح؟ طيب أنا بدي أضيف link، أوكي هذا اللينك بس بده يكون image. شو راح أعمل؟ هذا اللينك هو نفسه صح، بس مكان اللينك أنا بدي مكان البوتن. شو راح أستخدم شو التاج الخاص بالإيمج؟ image صح. شو كمان لازم أضيف؟ source. أيوة نفس محمد مظبوط. okay src بعدين نضيف الايمج صح. اكيد راح نستخدم ايمج موجوده عندي، اي ثينك هيك موجوده هي. شوف عندي ايمج ايوان كسي فيو. دكتور انت حكيت اذا بتحط باك سلاش قبلها تبحث على الايمج اذا كانت باي فايل، اذا كانت بالفولدر نفسه اللي انت ضايف فيه، إذا كانت جوا فولدر خاص بالفولدر اللي أنت شغال فيه، يعني جوا هذا الفولدر. طيب إذا كانت برا بالفولدر برا بس أنت لا. حطيت باك سلاش ما بلاقيها؟ لا بيحط في الباد. تمام. هلا هاي شوف احنا الأمور بالنسبة لنا شوي مبهمة، لأنه بعدنا ما أخذناش السيرفر سايد بالت، يعني احنا عادة بالسيرفر سايد بيكون عندنا الفولدر كامل موجود فيه كل الفايلز، وحتى لو عندك دايركتوريز يعني جوا الفولدر في سب فولدرز تقدر انت تتواصل عليه، اللي مسميه ريليتيف لينكس. يعني ممكن لقدام نشرحها بالتفصيل، بس هلا مبدئيا خلينا بال يعني بالبيسك زي ما بحكي.
تمام. هلا هاي الايمج انا ضفتها سي فيو، بس اتاكد انه الاكستنشن تبعها جي بي جي. اوكي، وشو كمان اضيف؟ ما بدي كليك هير صح، انه انا صارت ايمج، وبدي اسكر التاج. ما في عندي ايمج. اوكي هاي سي فيو خلص. شوفي بدي اشوف ايش لازم اعدله. الالت ممكن اضيف الالت صح، بس الالت اوبشنال يعني باي ذا واي، بتقدر تضيفها بتقدر انت ما تضيفها، بس مثلا خلينا هون واي ومثلا اي كلام. هاي كنترول سيف وهاي كنترول ريفرش. شو المشكلة عندي؟ يلا دوروا معي. image سي فيو، والله اشوف السي فيو مضبوطة. جي بي جي هسه سكر دبل كوتيشن. اوكي شو مشكلتي الصورة انا؟ هي عملت لي لينك ها صح؟ شغال عادي، بس الصورة كثير حجمها كبير. شو راح اعمل؟ شو لازم اعمل يعني؟ بالضبط، شكرا يا محمد. راح اعدل على اللي هي البروبرتي الخاصه اللي بنسميها الويدث. اوكي راح اعمل له ويدث مثلا 30 بكس. اوكي الهايت برضو على 30 30. شوف كيف تطلع معي. دكتور الهايت في قبلها كان المفروض. أيوة تمام. خلينا أتأكد بس الويدث سبيلينج تبعها مضبوط. عملت 200 انا حاولت اصلا مضبوطه بين الويدث والهايت. اوكي اليوم نفس البروبرتي يعني. المفروض ما تتأثر بالفاصل بس ممكن أعملها مع الستايل، بس خلينا هيك نشوف. طيب سورس جي بي جي الويدث 30 وهذه مثلا مشكلة. الكوتيشن ما قول بدنا نشيل حتى نبدي شيء اياها. طيب خليني بس ثواني كم ايمج. ثواني بس. هلا انا لازم بس على الايمج هاي السورس ستايل يساوي هيك هيك بصراحة اضبط 100 والهاي تمام. وقفنا اللي هي اوكي، هي بس انه ما انه بتحكم بالسايز تبع الايمج. الافضل انه نضيف الستايل كيورد
ليش؟ انه انا عندي الايمج على سبيل هاي، بس خليني عشان تتخربطوش، هاي التاج تبع اللينك اوكي الاي، وهاي تذكيرته هون عشان تكون انتوا الصوره، وهي نعمل هنا تاب اللي هي سوري اوكي الايمج. انا ضفت لها السورس هاي وين السورس الايمج موجوده. الستايل هو بحدد للويدث والهايت للايمج اوكي. انا بدي اضيف الالت اللي هي الانذر بروبرتي اللي حكينا عنها اوكي، نفس الشيء. انا بس هاي الفكره عندي انه انا جوا التاج الانكور تاج انا ضفت الايمج از لينك تمام. تمام دكتور اوكي. هاي الصوره تفتح از لينك عادي. حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ في شيء مش واضح؟ دكتور بدي اطلب منك هلا معك يعني احنا فاهمين، بس بزبط تعطينا اساينمنت لو ما عليه علامات، بس انه عشان التدريب نشوف وين بنغلط وين لا وين بنعلق. ضروري ضروري لازم طبعا يس. لازم نشغلكم العالم هنا في حركه لازم تصير ها. بدنا امثله، ما حد يحقد على ساره هذا الموضوع جد. ناوي يعني الخميس ان شاء الله راح يكون عندكم اكسرسايز، راح يكون في نطبق معظم الاشياء اللي اخذناها من البدايه للان، راح تسلموني هذا الشيء انا افكر فيه، بس هي ساره دائما يعني جزء سبقت سبقتني بانها طرحت الفكره يعني. طبعا شكرا محمد. محمد بحكي انه احنا بنقدر نتحكم بحجم الصوره قبل اصلا ما نضيفها على الويب سايت، يعني نتحكم فيها ب نعدلها على الجهاز تبعنا، يعني نروح على الصورة هنا ندخل نعملها إيديت ونعدل حجمها، أو ممكن نلاقي صورة على الإنترنت حجمها تكون منطقي صغير ونستخدمها أزلينك. هذا الإشي صحيح 100%، يعني هذا الإشي بالعكس يفضل، لأنه هذا الإشي ما بقلل الريزوليوشن أو بالعكس كثير بالسايز تبع الإيميج نفسه، بس هاي الأوبشن برضو واردة يعني. وجود أنه إحنا عندنا اللهم صل على محمد انك تتحكم بالسايز بروبرتي جوا الايمج برضه هذا شيء وارد عندي تمام. حد عنده اي سؤال؟ انا كنت ناوي اعطي شيء اليوم اضافي بس خلص راح نتوقف هون اليوم اوريدي 50 دقيقه تقريبا. حد عنده اي سؤال اي استفسار؟ شيء مش واضح؟ بتمنى ان ترجعوا تكتبوا الكود كله مره ثانيه، تكتبوه بايدكم تتاكدوا من انه بيطلع معكم نفس الاوتبوت، وإن شاء الله راح نكمل يعني بهذا الموضوع بالمحاضرة القادمة. إذا ما في أي سؤال، إذا سمحتوا اتركوا الاي دي تبعكم على الشات. شكرا لحضوركم، الله يعطيكم العافية جميعا. واللي يعني اللي بده يغادر يغادر بعد ما حط الاي دي.